ناقش الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والاوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا الوضع على الجبهه وحاجات اوكرانيا على صعيد الاسلحه والذخائر. وصف زيلينسكي المباحثات الهاتفيه مع ماكرون بالايجابيه معربا عن شكره لباريس لدعمها. ياتي ذلك فيما قالت رئاسته الفرنسيه ان ماكرون اكد عزم بلاده على تقديم كل دعم ضروري بالتعاون مع جميع الشركاء لافشال الهجمات الروسيه.